بلال ألف مبروك، مكسب كبير وكان ممكن يبقى أكبر من كده، ولكن برضو يعني حنيني. ما اعرفش احنا بنحب الحنيه ليه بس. مطلوبه في بعض الاحيان. في بعض الاوقات. بس اداء جيد جدا. طب شوف يا كابتن، ده طبيعي. يعني اداك النهارده ده طبيعي، يعني يعني انت بتلعب داخليه وانت نادي الاهلي، فطبيعي تبقى دي النتيجه. يعني ده الامر الطبيعي. ما اقل من ذلك اداء ونتيجه هتبقى انت اللي قليل. ايوه تمام. يعني خلينا ناخد الحدث بطبيعته. يعني في النادي الاهلي امكانيات جيده، بدايه جيده من بدايه الموسم، جاي من مباراه عملتها مباراه حلوه جدا 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 أيوة. جدا في خمسه سته غابوا عنك، اشركت البدائل بتاعتهم، بتلاعب فرقه برضو متواضعه، بس هي متواضعه وانت كويس. أيوة. يعني عشان برضو الامور تبقى في نصاب، يعني في نصابها الصحيح. يعني مش هي متواضعه وانت كمان لعبت المباراه على قد ماشي الحال، لا، انت دوست عليهم، سجلت اربع اهداف، سجلت خمس اهداف، في هدف الفار لغاه، كان ممكن تسجل ستة وسبعة وثمانية. يعني كان في خمس ست انفرادات الشوط الثاني، كان ممكن تسجل اكتر من كده، كان ممكن الماتش يروح لستة وسبعة وثمانية. أداءك كان جيد جدا، الاداء الهجومي، الاداء الدفاعي متوازن بشكل ما. انا راضي عنه. أيوة. تمام، راضي عنه بشكل يعني بنسبة 70% ولا حاجة. يعني انا سألتك بين شوطين على هل هيستمر اسلوب اللعب بنفس الطريقة ما بين الفريقين، هو استمر فعلا، وفضلت برضو مساحات كبيرة جدا جدا في الملعب في صفوف فرقة الداخلية، وفضل التميز برضو لفريق النادي الأهلي. يمكن أنا توقعت الشوط الثاني أن يقل الجانب البدني شوية للنادي الأهلي نتيجة المجهود الكبير اللي عملوه الشوط الأولاني، بس أنت عملت التغيير، ولكن التغييرات بالظبط كده، أنا لسه عملت تغييرات كتير. أنت نزلت محمد هاني وحسام حسن بالظبط وبرسيتا خد الخمس تغييرات بتوعه، خد الخمس تغييرات نص الفريق، يعني نص الفريق، نزلت نص فرقة، فبالتالي قدرت تحافظ نوعا ما عن المعدل البدني بالنسبة لك. الأهلي مباراة جيدة، بيلعب من الاطراف، بيلعب من نص ملعب، مجدي قفشه النهارده عمل اثنين اسيست جيدين جدا جدا، كريم فؤاد النهارده اكتشاف زي ما الكباتن اتكلمت، يعني مش عادي اكتشاف نفسه مره ثانيه داخل النادي الاهلي، ولكن المدير الفني واضح يعني عنده رؤيه بيتفرج. يعني الكباتن اتكلموا على هو الستايل بتاع اللعب بتاعه، هو راجل بيحب يبني هجمه، يشتغل باللعيبه اللي بتلعب كره بشكل كويس، بيحب يلعب كره على الارض، كورته سريعه كمان، يعني فاهم قصدي، هو عايز كره سريعه. يعني هو مش من واضح ان هو مش من المدربين اللي بيحبوا يعني الريتم البطيء، الريتم الهادي. تمام، هو بيحب الريتم السريع جدا جدا جدا، بس خد بالك ده في اوقات بيبقى كويس قوي، واوقات برضو ممكن ما ينجحش معاك بشكل جيد. يعني مع الفرق الكبيره اعتقد انه ممكن يغير الريتم شويه. يعني انت بتلعب مثلا، لو هتلعب فرقه زي بيراميدز كويسه، فرقه زي فيوتشر برضو فرقه كويسه، الاتحاد ماشي بشكل كويس، المصري عنده فرقه كويسه، الريتم السريع طول المباراه ممكن مش هيبقى افضل حاجه، ممكن تغيره. يعني شويه تعلي ريتم، شويه تقلل، شويه تستحوذ، شويه تروح، لكن انت اصبح عندك انياب هجوميه جيده جدا جدا. ليه؟ لانك بتضغط بشكل كويس قوي، اللعيبه اللي موجوده في المربع الامامي بيضغطوا بشكل كويس، لعيبه نص الملعب بتاعتك بتضغط بشكل كويس، الاثنين السنتر باكس بتوعك بقوا مكملين ورا لعيبه نص الملعب، فبالتالي انت اللعيبه النهارده بتشتغل في منظومه جيده، سواء اذا كانت منظومه هجوميه او منظومه دفاعيه. ينقصنا بس حتى في الماتشات اللي فاتت، يعني التكمله القويه بتاعت اكرم، ينقصنا النهارده التكمله بتاعت محمد اشرف، ودي هتيجي مع الماتشات. خد بالك انت برضو المدير الفني بيشتغل واحده واحده وبيحسن واحده واحده، يعني بيشتغل على الفريق واحده واحده، ابتدي حقيقي النادي الاهلي عايز ايه. انا كمدير فني اجنبي جاي فرقه ماسك النادي الاهلي، عايز ايه؟ عايز بطوله، هشتغل على الحته الهجوميه. اوريدي اصلا الاهلي دفاعيا مفنش السنه كويس قوي، لو تفتكر اخر 10 ماتشات، اخر 10 ماتشات ما كانش ولا جول. ايوه مع سواريش بالظبط. السنه دي برده كويس، انت داخل فيك جول واحد تقريبا من خمس ماتشات اعتقد، او اربع ماتشات، فانت ماشي برده حتى دفاعيا بشكل كويس. ثلاثه دوري واثنين اتحاد مونستيري وماتش الزمالك، ست ماتشات دخل فيك هدف جول. فده امر جيد جدا جدا دفاعيا بالنسبه للنادي الاهلي. فالراجل عايز يحسن الجانب الهجومي، عايز يكسب. حتى بص على التغييرات يا كابتن كلها صح، يعني التغييرات كلها تغييرات هجوميه. انت بتتكلم يعني باستثناء ما عدا هاني، ما انا بقول لك باستثناء، انا بكلمك حتى كمان في الماتشات اللي فاتت، ماتش الزمالك والماتش الاتحاد المنستيري وماتش اسوان والماتش كل الماتشات اللي لعبها النادي كولر مع النادي الاهلي،
هو حتى كمان الفكر بتاعه، لا انا مش عايز امن دفاعيا بعد ما اكسب، لا انا عايز دايما ابقى في الحته الهجوميه، مظبوط، عايز اسجل اهداف، عايز دايما ابقى راكب الماتش بلغه الكوره، عايز دايما احط الفرقه اللي قدامي هي اللي في موقف دفاعي عشان ما الجاش انا للحته الدفاعيه، فبالتالي ابقى في موقف دفاعي مزبوط. فيبقى من السهل انك يجي في الجول. ده الاستراتيجي اللي بيشتغل عليها كولر، ناجحه مع النادي الاهلي، ناجحه مع النادي الاهلي بشكل جيد النهارده. هو خلي بالك كمان اللي بينجح النقطه ديت الادوات اللي معاك اكيد، يعني اللعيب هو لو ما كانش عارف ان الكلام ده ممكن يتنفذ في الملعب لا ما كانش هيعمله، هو بيشتغل عليه، ولكن خد بالك هو عنده الكفاءات واللعيبه اللي تقدر تنافس في الملعب. طب مما لا شك فيه لعيبه النادي الاهلي من افضل اللعيبه ان لم تكن الافضل في مصر على الاطلاق، يعني لعيبه كويس عشان لازم نديهم حقهم برضه، عشان انت عارف ان في ناس بتاخد الجماهير في حته تانية خالص وداست على لعبتنا فترات كبيره جدا 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 السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، ولكن انت زي ما بتقول كده كابتن بلال، لا بس لا لازم يديهم حقهم. ما ينفعش فرقه واخده اثنين افريقيا واثنين تالت عالم ويداس على اللعيبه بتاعتها، ما ينفعش. ممكن اقول حصل هبوط في الاداء في بعض الاوقات، لكن الكواليتي نفسها استحاله ادوس عليها. يعني انا النهارده ممكن اقول ايه، والله ده قفشه مستواه قل شويه، والله ده شريف مش موفق الفتره اللي فاتت دي، يعني ممكن نقول كده، لكن ما نقولش ان الكواليتي قليله. فرقه واخده اثنين افريقيا واثنين وثلاثه واثنين مرتين ورا بعض، انت عارف بطوله عالم، وتيجي تقول لي اصل احنا الكواليتي بتاعتنا لعيبه اي كلام؟ لا ما ينفعش تقول اي كلام، ما ينفعش. يعني انت بتقيس ازاي؟ بتقيس في البطولات الاول، لما بتقيس في المستوى المحلي، بعد كده بتتصاعد طبعا. تمام، بتروح للبطولات الافريقيه، بعد كده بتروح للبطولات العالميه، هو ده المستوى، ده التصاعد بتاع المستوى. فانت النهارده انا بقول لك فرقه واخده ثالث عالم مرتين، فرقه واخده بطوله افريقيا مرتين، وانت تقول تيجي تقول اللعيبه بتاعتنا اي كلام، او تقول لي اصل احنا عندنا لعيب ممكن ياخد احسن لعيب في العالم مقارنه بكريستيانو رونالدو ما ياخدش عليه، او ميسي او نيمار، وتقعد يعني تقول مقارنات اساسا يعني مش في عالم البطيخ. فاهم الكلام ده ايه؟ عارف احنا ممكن نسال، على فكره احنا بنسمع ونسكت عشان احنا بنضحك، يعني احنا بناخد الكلام ده يعني في 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 بتضحك بتسمع نكته حلوه فبتضحك. لا بس احنا ضحكنا كتير الايام اللي فاتت. بتقول يا كابتن؟ ضحكنا كتير قوي. ما هو انت كابتن شوف، انت لما ركزت في افريقيا فسبت له المساحه في الدوري فاخد الدوري، صح؟ هو ده الحصل. وبفعل فاعل برضه، فعل يعني فاعل بقى. بص انا ما بحبش مش ايه، عايزين ننكرها بقى. انا ما بحبش يا كابتن اعول على حاجات خارجيه، انا بتكلم عن انا بس دي حقيقه يا كابتن. انا حطيت مصب تركيزي في بطوله افريقيا، ايوه اخدتها انا. ايه انت الاهلي اربع بطولات بيصل النهائي، اثنين بياخد واثنين بيخرج، أيوه. مظبوط، اربع سنين ورا بعض في افريقيا. السنه اللي فاتت خرجنا من، يعني اتغلبنا في الفاينل، برضو كانت الامور مش افضل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، المباراه يعني كانت المفروض تبقى مباراه على الحياد، مزبوط. ما كانتش مباراه على الحياد، فبالتالي ده جزء كبير جدا من الخساره. هل لعبت كويس او لعبت وحش؟ ده موضوع بقى تاني. هاي. انت اديني الفير، اديني الفير، اديني العداله، وبعدين انت بقى قيمني كمستوى، قول لي لعبت او ما لعبتش، مزبوط. لكن ما تحطنيش النهارده معلش تلعب مباراه من وان واي على ملعب الخصم وتيجي تقول لي اصل انت خسرت، البوست كنت وحش، ماشي هاي. مش مهم، فاهم قصدي؟ فاحنا بنسمع كلام واقاويل كتيره جدا 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 يعني ليس لها علاقه بالحقيقه في شيء. إيه فلان احسن اسطوره العالم، وفلان الثاني هيلعب هيقعد بيكهام، وفلان الثالث مش عارف احسن سيرد باك في امريكا اللاتينيه. بتسمع كلام في كره القدم بيصدقوا؟ لا مين كابتن، مين اللي بيصدق؟ مش احنا، في ناس بتصدق. الجمهور لا احنا بيصدق. ما نصدق، كان نصدق يا كابتن، احنا نصدق ايه؟ لا الجمهور بيصدق، يعني الحته بتاعت انت اللي بتتكلم عليها لما اتقال مثلا ده اخذ الكره الذهبيه وقعد في البيت. لا الجون الثاني اخذ الكره الذهبيه وقعد في البيت، يعني الجون الثاني ما حسبش، كلمه الجون الثاني وما حسبش، ده في ناس بتضايق. اه بيحصل يا كابتن، في ناس مصدقه. لا بس على فكره ما بتحسبش بقى في الدوره الرمضانيه. ايوه في ناس مصدقه. لا في ناس مصدقه ومستوعبه الكلام ده، وبيقولوا الكلام ده يعني. على فكره عادي في الدوره، لو انت بتلعب دوره رمضانيه ممكن تروح للجنه حكام تقول بشيل الجون ده مش عاجبني، بس الجون ده مش عاجبني يعني. حاجات تضحكك بجد يعني. نجحوا ان هم يخدوهم بره. لا ما نجحوش. هو الكابتن بص هو عايز، لا بياخدوهم بره الملعب اللي بيصدق، هو عايز ياخدك انت بره. ايوه عايز، ايوه بص يقلل من الفاليو بتاع النادي الاهلي، ويقلل من امكانيات وقدرات لعيبه النادي، ويقلل من المدير الفني بتاع النادي الاهلي، فبالتالي يحطك انت في حته صغيره كده
عشان يفضل يقلل منك، فبالتالي هو يفضل راكن. انا مستني اشوف الجول النهارده يا بلال، علشان يعني انا مستني، معلش اقطعك في دي، انا مستني اشوف الجول مع كابتن نصر لما يجي، ومستني في حته التحكيم. انه انا بخاف من حاجه مهمه، يعني انت السنه اللي فاتت ودوك لحته احنا ما كناش كويسين، احنا كنا مجهدين، احنا كنا كذا، انت فاكر دي 14 بونت ما اتحسبلكش في الفار، احنا حسبناهم. لو حسبت ال 14 بونت انت خدت الدوري بفرق كبير، اسابيع كبير، حتى وانت مش في افضل حاجه. بس لا، بس يودوك لحته ايه؟ في ناس تطلع، وللاسف من عندنا مثلا يطلع يقول لك ايه؟ لا احنا مش كويسين. انت مالك كويس ولا انت مالك بيا؟ انا مش لازم ابقى كويس على طول، انا كويس اديني حقي. أيوة، وحش اديني حقي. مظبوط. بس اتفضل يا بلال، معلش. اه اتفضل. عيش عيش يا كابتن. عجبك كلامي؟ جميل. عيش. انا ساكت اهو، انا ساكت، انا ساكت. بعد الدوري هديك حقك. اتفضل يا كابتن. الساعة 7 ونص لسه جاي على كلامي. 7 ونص. اتفضل يا كابتن. يعني انا بديت 7 الا ربع. اتفضل يا كابتن. فطبعا لا، انت عندك لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا. انت 6 من لعيبه النادي الاهلي يروحوا، المفترض ان هم يروحوا منتخب مصر، يعني نص فرقه النادي الاهلي. والتاريخ بيقول ان طول ما فرقه النادي الاهلي جيده طول ما منتخب مصر جيد. مزبوط. التاريخ بيقول كده، يعني مزبوط. من سنوات كبيره جدا جدا، مش من الاونه الاخيره. صح. فقط غير. فالنهارده لما حتى على لما تيجي تقيم اللعيبه اللي موجوده النهارده، اكرم توفيق لعيب اساسي ولعيب محترم، علي معلول لعيب اساسي ولعيب محترم، الاثنين السنتر باكس بتوعك متولي اكتشاف رائع جدا 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 لكولر، عاد اكتشافه مره ثانيه. نص ملعبك ما عندك 3 من افضل الثلاثه اللي موجودين. صح. في لان ده كمان يا كابتن بلال بتتكلم على، يعني انت لو قلت 6 مثلا او 7 وفي كمان 2 في منتخباتهم، يعني معلول في تونس. طبعا. مادي ادي ديانج. صح. يعني فاهم، لولا الاصابه بس. طبعا. بتتكلم على فرقه النادي الاهلي تقريبا كامله. اكيد. فعندك لعيبه امكانيات وقدرات عاليه جدا. كل الهدف من اللي بيقال انه يقلل من قيمه اللعيب، او يهد من اللعيبه دي من افكار ومسقطهم بالنفس. انت النهارده عشان اكسبك عامل ايه؟ الاول يبقى في حرب كلاميه. أي. تمام. لو نجحت انك تستنزف في الحرب الكلاميه اعتقد هتستنزف في داخل المستطيل الاول. صح. وده اللي ساعات كتير جدا الناس بتشتغل على فكره، مش في مصر بس. ده في اوروبا برضو بيشتغلوا كده، يعني المدربين التصريحات بتاعتهم بتبقى تصريحات يعني حروب بره الماتش، تنزل الماتش يبقى في طبعا عشان ممكن تاثر على فكرك داخل المباراه. لكن لعيبه النادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا. المدير الفني بتاع النادي واضح انه مركز جدا مع اللعيبه وعارف قدرات وامكانيات كل اللعيبه، واضح ان هو بيدور على كره القدم كلعبه، عايز يلعب كره قدم حقيقيه. مظبوط. الباس والريباس وينقل ويشتغل، والنهارده حتى في الفاولات بنشوف، لا في تاكتكس بيشتغل، اللعيبه بتلعب ماتش الزمالك وماتش النهارده برضه في شغل. أي. في الفاولات وفي الكرار في شغل بيتعمل، يعني واضح ان الراجل يعني هيصنع منظومه كره قدم جيده مع النادي الاهلي.